أيوة يا وسيم الكلب، هكذا تفعل بي، لكن أنا أستاهل. الحين كيف نزل؟ يو ذا الحين مو الحل. أو 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 على عكادي حرام منزل افتخذ من النفيطي. الله الله الله، هذا قوي انتحار. الله سعمني إياه، شضحي بنفسي. يا ابني يدنا قهوة، ها؟ قهوة الجنية هذه؟ جنا شلونا احنا والنسوان. ها عقاش اللي جرت ما هلش، انقاونا من سبحان الله. اللي سل الدرج انت وقمت مدي جنب بني اشجار. قالوا شيخ شيخ، ولا ما ابو شيخ الا عند الناس، عند الرعية. كل مرة لا داري لا بشيخ ولا بجن، هاي الشيخ بكل داخل البيت. اي غبا كرم دحمي سبحان الله. لا حول ولا قوة الا بالله. شيخ 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 يدخل يدير قهوه من نفسه ويدي له فطير من نفسه وكل شيء. شيخ لا له ولا علو، ما الشيخ فلا بتسمعك، ما انت الشيخ، ف ما منك ضايع من نفسك. شيخ مصلح، يا الله رباك الضايع علينا من الصبح. يا الله هي من غبك اللي دغدغ اليوم ما يدمين صبح الله. فجني ابني خرجة وبين مقفر من الداخل. بالله من الشيطان الرجيم. ما انا شبك هو دكوة السكت. شيخ مصرع. يا الله رضا رضا علينا. هذا من هو هذا؟ هذا الرعية وما رح اقدر درجة واحدة. ما منهم ولا حد. هذا الربعة حياك الله، هيا مقابة معنا. الله يحييك. صباح الخير يا شيخ مصلح. يا صباح النور والعافية، مقابة مخبر، مقابة خبر جديد. قد دورنا طول الليل ولا لقينا له أثر. أوه ولا حصلكم طول الليل وانت تدور ولا حصلكم ولا شيء. ولا إنه غريب، إيش شلو الجني هذا المدبر هذا؟ سامحيني يا ملايين بنتي، فلت كليك بيوم عرسك. رجوك فرحك حزن. الله يا سامحين يا بنتي. أبوش بيجي. الله الله الله. الله. يا جماعة الخير غيروا علي. والله يا شيخ مصلح ما أنا داري من المدبر، أنا ولا هو. ما لو انت على مو مدبر، مو قال كله يضيع الا مو، ما انت مو دخل، ما بش عليك شيء. ما انت ما انا قل دخل الله يا شيخ مصلح، هذا شيخ الحريب بليلة عروسه، لا ارتاح ولا لقي عروسه. على مو تقلدني، وانا مو فعلاق، هو الشرب اللي انا بكر تقلدني من الصبح. هذا عاصي والده ولا انشو اللي يختفيني. ما نش داري، تقول قاكل ان الكلاب. مو من كلاب، يا الله يسلم الكلاب اللي رجعي كلها، قال حمو مسمم مجي في حقك هذاك. كلك كلنا على شمه على طعمه على ما لا كلنا من نشري برد منه. عم عارف بالدنيا هادئة أمان إن جنوا منه ثم هلوش. أبو يا شيخ مصلح، ما لعده ما ديرش حتى حريوة. ما له كيف يا شيخ مصلح، انشي ولي روح علي. الله 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 شنطل شيف لدنا يا ديك. الله يا جماعة الغير غيروا علي. الله الله يا جماعة الغير. الله 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 مو دريك لقيكم سوق القدر هناك ولوا عيونه وتأكدكم. تمام يا شيخ مصلح، وهذا رأي سليم. مو رأيك نولي احنا وانت. لا ولوا انتم، انا معي عمل. ولوا عيونه ودهم لي خبر. حاضر يا شيخ مصلح، خاطره. ها ها رجع رجع تعمل ايش لديك صبوح. قد طول الليل تدور ايش لديك تحت الصبوح. صبعك هي. لا لا تسلم، تسلم الله معك. زمانة. لا تسلم الله.
لا لا رده ولا حمي حدك صبح جاهز كل شيء نعمة الله لا رده. بسم الله الرحمن الرحيم واصبحنا واصبح الله لا اله الا الله. صباح الخير يا با. يا صباح النور. ملا قل لي وين انت لهذا الحين؟ لما مشتى مني. كيف مشتي منك يا ابني؟ وامك جالسه مراعيه لك طول الليل لما تجي تفتح لك. وانت ما انتش داري وين الله سارح بك سام الليل هذه الساعة ولا داري بشي؟ لا ما احناش جالسين سامرين عند عرس. وين انت جالس لهذا الحين؟ يعني وين سامر واللي يسحبوك؟ هناك الكلام وين انت؟ لا اصبر اصبر مو كله اقول لك ما بلا طول الليل نعين ابو شنب لما الله ينولي. قال لي ابو شنب ونولي وبعدين حصلكمو؟ لا قد أولنا بكل جوا ولا حصلنا. ما لو كيف؟ كيف عابق على العرس وما هلش أبو شنب؟ مو من عرس يا أبا مسعد. أقول لك يا أبا مسعد ما رحب من الرب أغنى بكي بكاء. صباح الخير يا عريس. يا صباح النور. مو من عريس يا وسيم اللي تضحك علي ولا مو؟ لا مضحك عليك ولا ما انتش عريس من سيد. اقول لك يا وسيم بطل مش وقت الهدر هذا. هي جا معانا نولي ندور عمي ابو شنب. اني ولي نعينه ولا باقي زوا ما عينكم؟ قال الشيخ مصلح نولي نعينه. لا يكون ولي خدا حصن القن. والله وبيت ابو شنب والحريوي والله يعين الله يعين الرب. نقول لي كيف عابق عبهم ما فعلهم؟ ما عملهم مساكين بعد الزفة بكى عروسة بكى وبعد مدياي والشنجة تلحم الله. الله يعينهم. وبالحين كيف؟ وبالحين قام جاوع بك الصبح وبعدين قالوا يولي نعينه الناس عند الجن مدري مو يعني مو من جن يا ابني. مش قصدك مسمو هذا مسمو اللهم صل على النبي حصن الجن؟ ايوه هذا اللي قالكم حصن الجن. يلا ادخل وخليك امك تدي لك صبوح. يلا انت ادخل وانا شو احمي السياره وراعي لك لما تجي ونولي سوا. يلا تمام انا ادخل الصبح طلقه والحقك على طول. يلا هات ولو خدا حصن الجن. ايوه ممكن خلاص يا نولي سوا. لا ما يصلح نولي سوا. انتم ملوا كذا وانا شولي كذا وكل الناس يدوروا بجهه. خلاص اتفقنا وهذا رأي سليم. الله معك. ايوه ولو عينه لعبوا شوية عظم ما كملن الذئاب. هذا الجزاء اللي يضحك على وسيم.
الأرقام هذا ولد لهم. واللي يقعدوا قالوا حسن الجنة يقعدوا نحن حسن الجنة. والشنب هنا. الشنب. مو بو. شغل قامت. مات. وينه؟ بيجي علينا نجي وينه؟ يا الله. اسمع 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 شوي شوي. ان شاء الله حاجه ان شاء الله. لا لا قلبوا الرقف ما بش حاجه ما بالله. شكله مكتوم نخسو. اسمع 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 امسك امسك براسه امسك براسه. ابو شنب. ايه الحمد لله. يلا خير 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 اركزوا اركزوا اركزوا. الحمد لله الحمد لله ولا بنا حاجه. خير يا ابو شنب خير. لا نومه نومه احلى الكيف ولا عاقمك بعد ها؟ ايوه عند رجله شنو من عند رجله نفسه؟ ما عليه وكنز وكنز كنز يا كنز يا كنز عندك شنو من رجله من رجله؟ من رجله ايوه يا كنز عمي ابو شنب. يلا 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 احنا مناديم دي انت راح تدري يا الله مخرجك ولا يا شيد احنا القدحه متفقين بلا يسلمنا ذات الحين يقوموا على الطريق يا الله على من قدر احد دي كان عنده لهنا أنا بلاك حمود الفقير يوم ما هم وحدين بدي والله ما عشان حصلوا هذه هي يلا ادوا والله ما ليش يعني والله بعد احسن يا بلاش ايها احنا كيف يشرحوا عند اطول ادري انا كيف هو ما الغوف مش دري السلام عليكم هو مو دري بيع الحبوب الله اعلم من قديته كله قد عزل على بيت بيت شعير ويعني فاصوليا وشام وذرة ودوجر أو وين يكون يضرب أحد رجله الأرض هذه؟ أنت يا شيخ مصلح مع السماج السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا رجال يا سنة على الدري هذا قوم خلق من جمع حبوب ولا خلى حبة ما ديتش بصر بصر عمي أبي شنب بصر 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 عمي أبي صلح له صلح له يا شجع عوسى صلح له أنا صلح لك أنا مكونة كونة هذا قال لي جزع جزع انت افضل عمي ابو شنب ايوه ايوه بارك بغاري ها صلح راسه صلح خلاص مرتاح خلاص الله اللي الحين كيف قالك لي يا ابو شنب مو السبب مو القضيه لما اقول لك حصل الجن عايز اقول لهم مو السبب ارتاح ارتاح السلام عليكم اقول لهم بكل لهم انا جالس هنا جالس مقرر بس انا مراعين لما نخرج عروسة كلكم ما سمعوا كل دغدغة باب دغدغ قول ما ندخل ما هو دخل بدي وهو سيما دغة دليك وعدين قلين نمعوا بحصل الجن أسية أتلاقي واحد قلوه تمام شخصي ما أنا ويونس بنص قولك سألا عرس الربع شنرجع بساعتنا قالش نرجع طيب أقول لك ما نجزوك بعده صبر بلا آخر شيء ودي وحطيني طلالع عكيده وقلينا سينا مفارس بعد جل السلام قل قلوا حطوا حطوا مسنب قال قال شبو الزول حديثينا حياك الله ها ها هذا والله قنا حنبوا حنباب ونمن شبو الزول عند أثوار هيا هيا جيس جيس هنا لقلاني احنا شو ندي لك صبوح ولا ندي لك يس يس يابا 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 يا شيخ مصلح ما انتش داري انه خلقوا ابو شنب لا لا ما انتش داري ما عدا مفعل له ما لحي الولي نعين نزوره انا وانت قال لك انه حصل ذهب ذهب عين ذهب يا قربة بعد حين مش وقته ايش في اللي بترمي بيته اقول لك يا شيخ مصلح اقول لك قالوا اسيلقية كل اللي ذهب بعدين ما انتش في دويح خذ ذهب اقول لك بعدين الجن ادوه ضربه ما ابو شنب يفعل ايه سيط وزع عمه سهل انه يضحك على الانس ولا على مصلح يجي الشقي ما عنده شيء اجره هذا جن اسمهم جن
شلحكش عليهم على قولتك. بعدين بزوا عيوك الساعة أولها، الساعة الثانية، الساعة الرابعة ما يجاش. قول شنزلي من حكتها حي ولا مات؟ ها؟ مع ولا مع دروك اللي قاجعكم مدرينا طول كل شلوني الجن ورقموا نعم الله. قول يا أبو شناب إنه وسيم صهيري في علبك الشي هذا كله. أوه أوه وسيم صهيري قال عندي قل إنه معك أنس وطر بقن عيوني ما عدروش كيف عني بزني بعده. ملو انت لو كذب عليك وقال اني معه كنز وانت مدخلك تلحق بعده. ملي كيف مو كلكم صدق قولك انه شغتني وانا لا. ابو جناب ابو جناب مو بك ما تسمع. الا اسمع لمو مو قلكم قلنا مدخلك لحق بعده. قلنا ما نجداري كيف عني يمكن الا سحرني سحرني سحرني. اوه يا ابو شناب وبعدين كيف لما دريك اني اسحرك من سحر يا ابو شناب؟ ما بلا عرف نقطة ضعفه وسمعك بالذهب لحك بعده. اوه يا شيخ مصلح وسألني من زمرهم اضحك عنه مهوش داري اني جنجن خلاني من الجنة هذو سرع شيك تسرح لي داروت عين حمود الفقيه انا هو دخلوا الذري اذري دحين موسم مش وقته اسمه هذا الشناب بام على منه للشغل ما يجي له وقت المواسم وراك منه قلت له داري عند حمود الفقيه قول له هذا دو الشيخ زعما داري وشدي هذا اثوار. اقول لكم مثل ما لما اقول لكم اول دروك اني مكيده بعدين جو كنزل ما عادروك الا لما اجاكم تقيمون انتم. المهم قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك يا عم. الله يسلمك يا صيح فجعتنا وخوفكنا عليه. حصل خير. المهم سامحوني. الله يسامحك ذا الحلم عد باقي حط الربع شل زوجته وروح يرتاح. إلا صدق يا أبو شنب الربع قاتئب كثير. ايوه قالك لي قاتئب كثير. الا صدق الا صدق قاتئب. ايوه كيف يا عم قد مقدر تعبي ذا الحين شل زوجتي وتروح البيت انا وياه. انا بدي الصورة هذه. ملا يا شيخ مصلح انت داري حمود الفقي اللي مشغول ما بقول هذا بن جبار قال انه فاضي شكله هو باحول حقك. لا هي عين اللي هو قول تعرف غريب حمود الفقي قلنا مهدي بن جبار قال له قريب ادوه له قال له هذا زعمه وش ورشا ادي له شغل اثوار. حاضر يا شيخ مصلح وهذا رايه. يلا بدا مريع ولا نعم هذا ابو شبك هذا تمام شبك بطل شبك تمام تمام يا شيخ. يلا خلى عينك كذب من السيد هو كذب ولا الرجل قال خبي الله عيني قايف على انا معذور ولا العلم انه لي رقاد شيء يتحايل على الربع. لا لا كيف تشليه قندل ديساني مكرزع بالزوامري. خلاص يا ربع هي جزعنا خلوه يرتاح. كيف الخبر يا مسعد؟ يلا هي جي معي وانا شغلها كيف تفعل تنقش تقل السوق. لا اكرمك الله ابو شنب ندي لكم شاهين. هاي بفارج وما هو هاي سا 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 جوزاك الله لا جوزاك جوزاك يا من لا خلقك سا 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 زرع السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا أبو شناب. الله يسلمكم تفضلوا تفضلوا. لا يا سادر هي قول لي موقع معاك وين الذهب؟ مو من ذهب مو من طليم. هذا لا قربع مو يقولوا هل شرقة الصباح. لا يا أبو شناب قالوا إنك عزيك عزية كل اللي ذهب وانت يا شيخ مصلح الشاهد ها
قالوا ها هكذا ذهب، بس لمو انت قالوا ما دفعش فدوه حق الذهب، رجعوا الجن جن الجن ضربوك وبنسوا حقهم. منو قلها قريبي منو كذب عليك وانت زدك كهودات خلاص مو سأل الناس نغاخ تنوخ ما بيزالني مع سوك الله. نبعت المغالطة حقك يا أبو شناب كيف ما يصدق؟ هل مقدس بدك حري ولك عشر الجن؟ قل لك يا أبو شناب بطل لك ألف ودى ولاد علي أنا والشيخ مصلح، قال لك ما غنمتم من غنيمة فلله الخمس، وأنت تشتتي وكل بعي ثنتين والناس يقول بواحدة بواحدة. قر 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 اسمع السؤال بي ورجع حجرك دقمك إلا تحشر دقمك بكل شيء يا ولد تزهن دقمك صغير. اشهد يا شيخ مصلح انا لعبس عقندين هالك منو دحين قلنا القصة كم بقى علو لما صبر لا وقع عرش وكم يضيع كذا عبو مسبب يعني. تمام يا شيخ مصلح انا جدي لك من اول القصة لا اخري. ما لي الله قولوا احنا شن صدقه ولا قال المثال من صدقك ندم ومن كذبك ندم. لا احنا عشان نسمع لك وشن عندنا ان شدخرجنا بسم الله. قال كلي وسيم اللي عجن الشغلة كلها قلنا لكم المثال صورته صورة بقرة وعملوا عمل فورنا. الله 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 يا أبو شناب الله أمانة يا شيخ مصلح إن أقول لك إن هذا وسيم يعني إنسان عرف يجي لأبو شناب بانتقام محترف ها وبعدين أمانة ما أفكر به ما أفكر به حتى بليش وهو فكر به ها لا إله إلا الله. وأرسلنا الشياطين على الكفر تؤزهم عزة هذا هم إدرين سوا سوا ما أقول زعم منه أبو اختلاف هم إدرين درجة واحدة. أنا اللي منتقم مني مو بعلقبه ولا قتل أبو هذا الشيء على شيخ مصلح انصف لي وعوضني. نهن خلى هذا الشيء علي أنا لحن إحنا بالربع على خلاص يبوز وقته مع ذا مع باقي عنده ولا ما خلى ماشي نفسك. الصدقة الصدقة يا شيخ مصلح أنا قاحلف أعوضه في العرس ثاني. الله 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 على حلا يا شيخ مصلح شيخ مصلح أقول لك شو قولوا بعد الرب هذا أبو عرسين قهو رب ويرجع ثم ويرجع من ذي إنه بالله عليك من أكسس ولا تضحك؟ لا لا ما ضحك ولا حاجة إلا من صدق أعوض بعرس ثاني. إنه مو بكتنا أقام مسكول عقلك الجن يقول لك كل الناس هذي كنوا بنت المفتضح لأنه كان مفتضح ما تسعاش يوم على قلتك في العرس العرس الأول وضحني عبوضة في العرس الثاني ويقولوا كم على خمس زوجة على ثلاثة على واحد نقدر ما تستحى ولا بوجك حياة ولا تفكر بل قولك انت ما بش عندك نخوة كل ما قلنا شني خليت الرجال تقع رجال خيال تقع وان تلك الدنيا طول عمرك ما تقع رجال أبدا. قالوا قبل زوجين الجن ما يبوز لها حاجة غالية يبوز لك ذهب يبوز لك جنبية يبوز لك حاجة ما يبوزوش شكي في هذا زغ الجبه لك يعني. لا ما نسقي فاجهم والله ما بدك دي هذا عرس بنتي وانا حر ما مش عرس بدك هذا بس خليه لك انه واحده اتفقنا وقعنا وفعلنا عرس وخسرت عرس ورجعت تذكرك والله ما راح اتزوج برضه بعدك بدي بيت عرس ما هو مدير يعني. اقول لك يا شيخ مصلح كيف عندي راي انت اسكت عندي راي ابزر ابزر الصعب ابزر الصعب ما يحتاج صعب يجي سوى حمر هناك هو زعم من ما جاش خليكم وهذا عرس بنتي وانا حر يعني انا استعرس لبنتي ولا مش انت تلعب لك على تلعب لك على الرجال انت ولا كيف يا ابو شناب العب على الرجال ما هي نشعرس ما هلني اقول لك عيب واحد ما معلك كلمته والناس مو دخلهم
انا عوض بنتي انا. انه الناس لم يقولوا فعلوا عراس. فعلوا عراس مثل ما الناس ما تجتمع على بعد على زيادة على الناس فعلك درن عراس. والله عيب خلاص كاكية فعلك تكلم العراس وقد انت عطلكم مدري كم يولي دحين يبزوا قدو والسلام عليكم. بقدر الدناءة. لا حول ولا قوة الا بالله. بلا يا شيخ مصليح اقول لك قلت لا عوضي. اقول لكم بطل اللف والدوران. قوم قول بنتك يجهز نفسه واحنا شد يجهز السيارة ويربع بزي. هكذا يا شيخ مصلح بدون زفة بدون كراح. ايوه هكذا مش خدها مفضوح ونرجع ندوم من جديد. على ساكي على الرسول وخاك الناس داروا انك حري هو وداك شلوك الجن ضعك دحين قد ترجع نرد لهم انا وخلاص قزعنا. يا الله قم جهزي واحنا شلدي السيارة ويلا قزعنا. وهذا انا يا شيخ مصلح هذا قزعنا ابو شدة اخدتي خال واتلك يتبس حلوق انا اللي انت ضايع وانت شغله وين انت حاضر وانت شغله خلاص خلاص جهز قوم لك بس لعند عش بس انا ابدا لك دعي انت قربزنا ندخل نجهزي